بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. تحل علينا نعمته ورحمته من الآن وللأبد أمين. في البداية أولاً بشكركم كتير على محبة نيافة أنبا مارتيروس وعلى الكورال اللي قدم الترانيم التراثية الجميلة دهية، وبشكر كمان كل الأحباء المتفوقين والمتقدمين واللي بيساهموا في النهضة العلمية في مصر في كل التخصصات وكل العلوم بصورة حلوة خالص. بنشجع كل أبنائنا وبناتنا في التفوق العلمي، لأن الزمن بتاعنا ده مش عايز واحد يدرس عادي، عايز دايما المتفوقين والمتقدمين والمتميزين. وبشكر ربنا أن أنا أجي هذه الكنيسة المباركة، أنا أول مرة أزورها، وكنيستكم كنيسة جميلة، ومع الأباء الأحباء الأباء الكهنة في منطقة شرق السكة الحديد والشمامسة والأرخنة، وبرحب بكل الحضور وبرحب بالسادة النواب والممثلين عن قطاعات كثيرة في العمل، وبشكر بطلبة خاصة رجال الأمن ورجال النظام لتعبهم ويانا ومحبتهم هنا في قسم الزاوية الحمراء وكل المشاركين والحضور ويانا، وبحييهم كلهم على محبتهم وعلى تعبهم، وبحيي كل الشعب في الزاوية الحمراء. والحقيقة قبل ما ابتدي أحب أن احنا نعبر عن استنكارنا البالغ لما يحدث في بلاد فلسطين وما يحدث في هذه الحرب التي ليس فيها أي شكل من أشكال التكافؤ، وقلوبنا تعتصر ألما من ما يحدث على أرض غزة وأعداد الكبيرة في الضحايا من شهداء ومن قتلى ومن مصابين ومجروحين ومن أسر ومشردين بصورة وعنف قاسي للغاية. ويعني باسم الكنيسة القبطية وباسم المجمع المقدس في الكنيسة القبطية الأرثوذكسية نحن ندين هذه الأعمال الوحشية. الحقيقة الإعلام بينقل مناظر في منتهى الألم والصعوبة، ثم هجوم على المستشفى المعمداني وهو يعتبر أكبر مستشفى بيقوم بالرعاية الصحية، والقوانين الدولية بتمنع مهاجمة المستشفيات حتى في أثناء الحروب. فالهجوم على هذا المستشفى اللي الناس بتتعالج فيه والناس بتاخد فيها الرعاية الصحية أمر حقيقة يفوق الخيال بالوحشية اللي فيه وبالضحايا اللي سقطوا من هذا الهجوم المباغت. احنا بنصلي من اجل ان يعطي الله سلاما ويعطي هدوءا ويعطي حكمة ويحفظ اهلنا واخوتنا المسلمين في قطاعات غزة وقطاعات فلسطين ويحفظهم. وهذه الحرب بين الاسرائيليين والفلسطينيين بنصلي ان يعطيهم الله الحكمة. فحياة الإنسان دي أغلى حاجة أعطاها الله للإنسان، الحياة. أما الإنسان يقوم بتدمير الحياة بنفسه فهذا أمام الله شر عظيم، شر عظيم. ونؤمن أن الله سيسكب من رحمته ومن حنانه على كل القلوب المجروحة والمتألمة. وفي نفس الوقت إحنا بنؤيد بكل قلوبنا ما أعلنه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي والقيادة السياسية من أن تفريغ القضية الفلسطينية بإزاحة وجود الفلسطينيين إزاحتهم من غزة إلى أراضي سيناء المصرية أمر مرفوض جملة وتفصيلا. والقضية الفلسطينية
لو حدث هذا الأمر هيبقى زي ما حصل سنة 1948 من 45 سنة، من 75 سنة، زي ما حصل برضو إن شالوا وأبعدوا الفلسطينيين من أراضيهم، ممتلكاتهم، بيوتهم، والوضع اللي وصل فيه اللي احنا شايفينه النهاردة. فهذا أمر مرفوض تماما. وزي ما عبر السيد الرئيس النهاردة إن أمامهم صحراء النقب، وصحراء النقب دي جزء موجود يتبع إسرائيل حاليا، أمامهم لو حب ينقلوهم من المكان لهناك ده برضو هذه أرض فلسطينية في الأساس. نصلي من أجل الهدوء ومن أجل السلام، لأن الإنسان لما بيعيش في جو الحرب جو مؤلم، وبتقف الحياة كلها، كل شيء في الحياة بيقف، كل أسرة تتشرط في أكلها وشربها ومعيشتها وتربية ولادها وبناتها وتعليمهم وصحتهم، والحياة كلها تقف. احنا بنصلي ان يحفظ الله بلادنا من كل شر، وارجوكم تصلوا كل واحد في بيته من اجل سلام الوطن، وانه يحفظ بلادنا، وانه يعطي هدوءا لكل جيراننا في هذه الحروب الشرسة التي بلا شك تؤثر على الجميع. واحنا في المناسبة دهية برضو، وعلشان يبقى كلامنا ليس مجرد التعاطف الكلامي ولكن أيضا المساعدات، احنا أطلقنا مبادرة من أجل أن كل حد في شعبنا يحب يقدم أي تبرعات عينية أو مادية من أغذية أو أطعمة أو أدوية أو مستلزمات صحية أو بطاطيح داخلين على جو الشتاء، والشتاء في المناطق دي بيبقى قاسي. أي حد يحب يقدم الحاجات ده هي عايزين نجمعها من خلال أسقفية الخدمات العامة، وجهزنا مكان في مركز ماري مرقص جنب كنيسة العذراء والقديس أثناسيوس الرسولي في مدينة نصر هنا في القاهرة، في مكان كبير بتتجمع فيه الحاجات، فعلا في حاجات وصلت وبتتجمع فيه الحاجات دهية، وبنقدمها باعتبار ان احنا كمان مشاركين واعضاء في التحالف الوطني المصري للجمعيات الخيرية اللي بتعمل في مجال المساعدات والخدمات الاجتماعية. فأي حد من اي مكان يحب يوصل الحاجة دهية يوصلها لكنيسته، والكنيسة تقدمها أو تنقلها أو تجمعها حسب الظروف، وتتجمع كلها في مركز ماري مرقص بجوار كنيسة العذراء قديس أثناسيوس في مدينة نصر في القاهرة. والمكان ده معروف خالص ومشهور، ما يتوهش يعني، وتبقى فرصة بمشاركتك بأبسط حاجة، بأبسط حاجة بتقدر تقدمها. وهم الحقيقة في غزة في مساعدات كتيرة مصر قدمتها ودول قدمتها، والمنفذ الوحيد انها تدخل من خلال مصر. بنصلي ان ربنا يحفظ شعبنا هناك ويحفظ ناسنا هناك ويحميهم، وان هذه الحرب تتوقف وهذه الضربات تتوقف، واستخدام الأسلحة وقتل الآخرين شيء وخطية مرفوضة تماما من أي إنسان ومرفوضة تماما أمام الله. وأرجوكم نصلي، صلوا وبشدة كل واحد في بيته وفي كنايسنا وفي اجتماعاتنا، بنصلي من أجل أن الله يحفظ بلادنا وأن يوقف هذه الحروب وهذه الاعتداءات القاسية. كنت ابتديت من فترة إن أنا أتأمل في مجموعة من الطلبات التي نصليها في القداس الغريغوري، وبنستعيرها وبنصليها في أي قداس بنرفع صلاة فيه. الطلبات دي بتتكلم عن كيان الكنيسة في كل تفاصيله. في الأول في طلبات عامة بتبتدي دايما بالعبارة نعم نسألك أيها المسيح إلهنا ثبت أساس الكنيسة، ونبتدي في طلبات عامة، ونبتدي ندخل في شرائح
وقطاعات الناس والخدمة في الكنيسة. فاتكلمنا قبل كده في طلبة أعطي بهاء للإكليروس، قلنا الإكليروس اللي هم الأب الأسقف والأب الكاهن والشماس اللي هم حاملي الدرجات الكهنوتية. دي نمرة واحد، أعطي بهاء للإكليروس. القطاع الثاني، نسكن للرهبان والراهبات، حياة النسك للراهب وللرهبة، لأن حياة النسك دي هي سبب القوة بتاعته. وبعد كده بنقول طهارة للبتوليين أو الذين في البتولية، وأن البتوليين اللي هم الشباب والشابات قبل سن الزواج اللي هم عايشين في حياتهم وبيستعدوا بعد كده يكونوا أسر. قلنا الطلبة الرابعة، حياة صالحة للذين في الزيجة اللي عايشين في الزواج، إزاي حياتهم تبقى حياة صالحة، ودول عبارة عن الأسر، كل أسرة موجودة. الطلبة الخامسة، قلنا رحمة للتائبين، الناس اللي هي بتقدر تتوب وتصحح مسيرتها الروحية. رحمة للتائبين، وراها قلنا صلاحا للأغنياء، وقلنا إن الإنسان الذي يعطيها الله يحتاج أن يكون تدبيره حسنا، بيعرف يتصرف حسن في القرش اللي في إيده. في نمرة سبعة، كانت الأسبوع الماضي وأنا الأسبوع الماضي كنت موجود في إيطاليا في ميلانو، وعملنا الاجتماع العام في الكنيسة هناك واتكلمنا عن وداعة للفضلاء. الفضلاء اللي هي زي الإنسان الفاضل، الأم الفاضلة والأب الفاضل والخادم الفاضل، فإزاي إنهم يعيشوا حياتهم بوداعة. النهاردة الطلبة رقم 8 اللي هي معونة للمساكين، وهقرأ ويا حضراتكم جزء من سفر أعمال الرسل بيحكي قصة جميلة عن بطرس ويوحنا لما تواجهوا مع إنسان فقير ومريض ومفلوك وبقاله سنين طويلة. اسمع وياي القصة وتخيلها في ذهنك كده. صعد بطرس ويوحنا إلى الهيكل في ساعة الصلاة التاسعة، وكان رجل أعرج من بطن أمه يحمل. طبعا زمان لا كان فيه طب ولا علاجات ولا حاجة، فالرجل الأعرج ده ما بيمشيش، فبيحطوه زي أفة، أفة كبيرة كده يحطوه فيها ويشيلوه وحطوه على باب الهيكل علشان يمد إيده يستعطي أي شيء، ما هو ما بيشتغلش، ما فيش دخل طبعا، لا تأمينات ولا تأمين صحي ولا خدمة ولا دخل عمل ولا حاجة. كان رجل أعرج من بطن أمه، كانوا يضعونه كل يوم عند باب الهيكل الذي يقال له الجميل يسأل صدقة من الذين يدخلون الهيكل. فهذا لما رأى بطرس ويوحنا مزمعين أن يدخل الهيكل سأل ليدخل ليأخذ صدقة. يعني هو شاف بطرس ويوحنا داخلين على باب الهيكل، فزي ما تقول حضر نفسه أنه يطلب منهم ادوني لله. خد بالك أنا بقراها بالتفصيل علشان عايزك تعيش فيها. فتفرس فيه بطرس ويوحنا، وقف قدامه وبصله كده بتدقيق وقال انظر إلينا، انظر إلينا بطرس ويوحنا. فلاحظهما منتظرا أن يأخذ منهما شيئا. كانوا لابسين لبس عادي، واضح أنهم ما فيش في إيديهم حاجة يقدموها، ويعني حالتهم زي حالة الراجل ده. فقالوا له كده انظر إلينا، احنا ما حلتناش حاجة، عندناش حاجة. فقال بطرس ليس لي فضة ولا ذهب. تعرفين زمان الفلوس كانت معدن مش ورق زي الأيام دي. ليس لي فضة ولا ذهب، ولكن الذي لي فإياه أعطيك. يعني أنا ما عنديش فضة ولا ذهب، لكن عندي حاجة ممكن أديها لك،
باسم يسوع المسيح الناصري قم وامشي. يقول لنا الكتاب المقدس ايه؟ وامسكه بيده كده اليمنى واقامه، ففي الحال تشددت رجلاه وكعباه فوسب، يعني من حال السكون لحال انه وسب، تحرك نط فوسب، ووقف وصار يمشي، ودخل معهما الهيكل وهو يمشي ويطفر ويسبح الله. مش مصدق نفسه، ده بقاله سنين بيتحط كده عند باب الهيكل. فلما نال قوة الشفاء بفضل الإيمان اللي عند بطرس ويوحنا، وأبصره جميع الشعب وهو يمشي ويسبح الله بيشكر ربنا، وعرفوه أنه هو الذي كان يجلس لأجل الصدقة على باب الهيكل الجميل، فامتلأوا دهشة وحيرة مما حدث له. نعمة الله الآب تكون مع جميعنا، أمين. معونة للمساكين. أول حاجة، مين هم المساكين؟ أرجوك شيل من مخك كلمة الفقراء، شيلها دلوقتي. لكن المساكين دول ثلاث أنواع. النوع الأول هم المساكين بالروح، وفي آية واضحة جدا في العزة على الجبل، طوبة للمساكين بالروح لأن لهم ملكوت السماوات. المساكين بالروح هو الإنسان الذي يعيش في حالة الاتضاع والوداعة وحالة النقاوة. مساكين بالروح هو عايش على الأرض وخايف على نصيبه في السماء، فعشان كده حياته في الأرض ماشية باستقامة وماشية صح، وإن وقع أو غلط أو ارتكب أي خطية يجري ويتوب عنها عشان يكمل مشواره صح، يعيش حالة الاتضاع. مساكين بالروح. والمساكين دول يمكن بيشبهونا بأمنا العذراء مريم لما وقفت تسبح وتقول تعظم نفس الرب وتبتهج روحي بالله مخلصي، لأنه نظر إلى اتضاع أمته. مريم العذراء دي كانت بنت صبية، يعني ما حلتهاش حاجة، ولكن لنقاوتها الفائقة اختارها لكي ما يتجسد منها السيد المسيح ويولد. وصارت أمنا العذراء مريم هي فخر جنسنا، ونقول كده هوذا، هي تقول هوذا منذ الآن جميع الأجيال تطوبني تطوبني. فالمساكين هم الذين يعيشون في المخافة، مخافة الله على الدوام. النوع الثاني من الناس اللي هم أصحاب الاحتياج، أي واحد عنده احتياج، وإحنا كلنا عندنا احتياجات متعددة. وفي عبارة شعبية مصرية أنا شخصيا بتأثر منها قوي، العبارة لما حد يقول لك ربنا يكفيك شر الحاجة، ربنا يكفيك شر الحاجة. أحيانا لما الإنسان يبقى محتاج حاجة ومش لاقيها ممكن يقع في غلط، عشان كده بنسميها شر الحاجة، ربنا يكفيك شر الحاجة. يقول لنا في الكتاب إيه؟ تعالوا إلي يا مباركي أبي، ده السيد المسيح، تعالوا إلي يا مباركي أبي رسوا الملك المعد لكم منذ تأسيس العالم. طب احنا عملنا ايه يا رب عشان تجيبنا عندك؟ قال عملتوا حاجات كتير، لاني جعت فاطعمتموني، واحد، اثنين، عطشت فسقيتموني، ثلاثة، كنت غريبا فآويتموني، اربعة، عريانا فكسوتموني، خمسة، مريضا فزرتموني، ستة، محبوسا فأتيتم إلي. يعني لما بنقول يلا نجمع بعض الحاجات اللي نقدر عليها ونبعتها لإخواتنا المتألمين، احنا بننفذ الوصية دي للجعان والعطشان والمريض إلى آخر. دي بنسميها هؤلاء المساكين
كل إنسان صاحب احتياج، أي احتياج، وهشرح بعد كده احتياجات البشر بتكون إيه. وإحنا بنيجي في الصوم الكبير وبنردد الترنيمة الحلوة المديحة طوبة، ها طوبة للروح، تعرف تقولوها إياها؟ طوبى للروح ما على فالنير ما تحل عليه والمسيح يرحمهم ويحل الروح قدسه. فكل مرة أنت بتخدم إنسان صاحب احتياج أنت تخدم المسيح مباشرة، ولكن لأني جعت فأطعمتموني، مش سين ولا صاد ولا عين ولا غين، ودون النظر إلى جنسه إيه، مذهبه إيه، لغته إيه، لونه إيه، مجرد أنه إنسان. وده شيء مهم نحطه قدام. النوع الثالث من المساكين هم الذين لا يعرفون الله، شخص ما يعرفش ربنا، ودول مساكين لأنهم جهلوا، حملوا الجهل في قلوبهم ولم يعرفوا طريق الرب. أي إنسان لا يعرف الله يبقى إنسان جاهل وإنسان مسكين ويستحق الشفقة لأنه لا يعلم ولا يعرف الله صاحب النعم وصاحب الخيرات اللي بيديها للبشر كله. فيبقى عندنا ثلاث أنواع من المساكين: مساكين بالروح، دول اللي بيعيشوا في المخافة والاتضاع، مساكين الاحتياج، دول اللي لهم نوعية من نوعيات الاحتياج، مساكين لا يعرفون الله خالص وبعيد عنه. طب ليه ربنا قال لنا نهتم بالمساكين؟ هو الحقيقة في آيات كتيرة في الإنجيل في الموضوع ده، لكن من أكتر الآيات الجميلة في مزمور 40 يقول كده: طوبى لمن يتعطف على المسكين، في يوم الشر ينجيها الله، الرب يحفظه ويحييه، يختبط في الأرض، يختبط يعني يفرح، لا يسلمه إلى مرام أعدائه، الرب يعضده وهو على فراش الضعف. طوبى لمن يتعطف على المسكين. وهنا آيات كتيرة بيقدمها الكتاب المقدس وبيقول كده: من يحتقر قريبه، قريبه يعني أي إنسان، يخطئ، ومن يرحم المساكين فطوبى له. طوبى لكل إنسان قلبه فيه رحمة. والفكر ده مش فكر في نطاقنا ككنيسة أو كمسيحيين، لا ده فكر لكل الإنسانية، فكر لازم نبقى عارفينه لكل إنسانية زي ما أشرح دلوقتي. طب يا ترى كان في الكتاب المقدس في مساكين؟ آه طبعا الكتاب المقدس كان فيه مساكين كتير. يعني داود النبي في وقت من الأوقات برغم أنه صار فيما بعد ملك إلا أنه كان فيه مساكين، أنه كان إنسان مسكين، في وقت ما قلت ما كانش لاقي الأكل هو والرجالة اللي وياه، وراح لنبال زوج أبي جايل ويطلب أكل ونبال رفضه، والقصة طويلة دهي. أرميا النبي أيضا كان إنسانا مسكينا وحمل في جسده وقلبه ألام شعبه. أيوب برغم أنه كان غني جدا لكن لما ضربه عدو الخير صار فقيرا وصار مسكينا. نسمع عن مساكين كتير، حتى السيد المسيح نفسه، السيد المسيح يقول لنا كده بولس الرسول: أنتم تعرفون نعمة الله، نعمة ربنا يسوع المسيح، كيف افتقر من الفقر، كيف افتقر لأجلكم وهو الغني لتغتنوا أنتم بفقره. يعني ممكن الإنسان الفقير تكون طلبته مسموعة أمام الله،
فلما طلبته من أجلك تتسمع أمام الله يبقى كأنه بيغنيك. والقديس يوحنا ذهبي الفم له عبارة جميلة قوي، يقول الفقراء حراس الملكوت، الفقراء حراس الملكوت. الفقراء الفقراء مش النصابين، لا ده معنى تاني خالص، لكن الفقير الإنسان الفقير اللي الدنيا جت عليه، اللي الدنيا دست عليه، اللي حياته ضيقة جدا. وعايز أقول لك على نوعين، في واحد غير محتاج خد من مسكين، وفي واحد مسكين أعطى من احتياجه. هقولهم تاني عشان ما تتلخبطوش، في واحد غير محتاج خد من مسكين. طب ده انت غير محتاج. بنفتكر الملك أخاب ونابوت اليزرعيلي، ملك عايش في قصر عنده كل حاجة، وجنبيه قطعة أرض صغيرة جدا يملكها هذا الإنسان الفقير اللي اسمه نابوت اليزرعيلي. يوم نابوت اليزرعيلي الفقير اللي محلتوش حاجة يجي الملك ويختصب هذا المكان. ده غير محتاج أخذ من مسكين، ده شر. لكن على النقيض هناك مسكين أعطى من احتياجه، أعطى اللي عنده. وهذه هي الأرملة صاحبة الفلسين. في العهد الجديد كان زمان الفلوس معدن زي ما قلت من شوية، والصندوق يبقى صندوق معدن، فكان لو العملة صغيرة تبقى الدائرة صغيرة، لو العملة كبيرة تبقى الدائرة كبيرة. يوم ناس كانت هوايتهم ايه؟ يقعدوا جنب الصندوق، لما واحد يحط عطية حط دائرة صغيرة، عملة صغيرة تعمل صوت صغير، يقولك ده حط قد كده. لما يحط عملة كبيرة تنزل تعمل صوت كبير، يقولك ده حط قد كده أكتر. فيقول لك ده غني ده فقير، ده عنده ده ما عندوش، ده حط ده ما حطش، هواية. فذهبت امرأة فقيرة وأرملة وما عندهاش غير فلسين. طبعا زي ما قلت زمان لا كان في معاشات ولا تأمينات ولا ضمان اجتماعي ولا الحاجات ده. هي راحت صاحبتنا وهي لفة طرحتها ووقفت قدام الصندوق، والناس بقى قاعدة عايزين يسمعوا. فصاحبتنا حطت الفلسين، والفلس دي أصغر عملة ويكاد يكون ما تعملش صوت. وحطتهم، متهيألي كانت قلبها بيقول إيه؟ يا رب ما حد يسمع حاجة من اللي حطتهم. لكن فوجئت إن السيد المسيح بيقول، بيشاور عليها، قول انظروا أنها ألقت أكثر من هؤلاء الأغنياء لأنها ألقت من حاجتها. وده يبين منتهى الإيمان اللي كان في قلبها. طب أنت هتحط اللي وياك، طب وهتعيش إزاي؟ قالت لي يا رب كريم، لي يا رب هيرتب حياتي. علشان كده خدت مديحا وتطويبا من السيد المسيح، وقال ايه؟ خلي بقى الناس اللي قاعده كلهم، انظروا كيف اعطت، انها اعطت من اعوازها من احتياجها. وده تعبير عن قمه العطاء اللي ممكن يقدمه الانسان. بالصوره الجميله ده هي نرجع للنص الكتابي اللي رناه، وعايز أقف وياك عند ثلاث خطوات شرحتهم أنا في وسط شرح المقابلة بتاعت بطرس ويوحنا والراجل الأعرج اللي كان بيحطينه في القفة على باب الهيكل. أول حاجة عشان نتعامل مع المساكين، أول حاجة تفرس فيه، وكلمة تفرس هنا يعني ابتدى ينظر له باهتمام. من الحاجات المهمة واحنا بنتعامل ويا اخواتنا المساكين باي صوره من الصور،
ان احنا نتعامل وياه باهتمام، باهتمام لشخصه بالتقدير. يعني احنا مش بنتجب عليه ونقول له خد. في فرق طبعا، كلكم عارفين الكلام ده، في فرق كبير اقول لك خد كل، وفي فرق ان اقول لك اتفضل بالهنا والشفاء. مش كده برضو؟ الاولانيه تعمل ايه؟ تسد النفس، مش كده؟ والتانيه تعمل ايه؟ تفتح النفس. ده مجرد في الكلام خد كل، والاثنين طبق واحد، خد كل او اتفضل بالهنا والشفاء. فاول خطوه في تعاملنا مع المساكين هو التعامل بتقدير لشخصه. ما كان ممكن انا اكون كده، كان اي واحد فينا بنفس الظروف دي، لولا ان ربنا رتب ان في بابا وفي ماما وفي بيت وفي مدرسه وفي مجتمع، كان ممكن انسان يطلع كده. وبنشوف اخوات كتير لنا بشر بيسميهم الهوملس، اللي هم من غير بيت، اللي هم في الشارع، بيت تحت كوب. وعلى فكرة مش في مصر بس، وإن كانت الظاهرة دي قليلة، لكن في كل العالم تمشي في أكبر عواصم العالم تلاقي ناس بيتها تحت كباري. حاجة صعبة خالص. في خدمات بنعملها في كنايسنا كتير، خدمة الناس دي المشردين أو الذين ليس لهم مأوى. فأول حاجة أن يقول لنا كده تفرس فيه بطرس ما يوحنا، وقفوا قدامه وكلموه واحترموه وقدروه وقالوا له حقيقة. يقولوا له إيه؟ ليس لنا فضة ولا ذهب، يعني ما تتعشمش فينا قوي، ده احنا ما حلتناش حاجة، ما تتعشمش فين. ما هو كل واحد كان داخل الهيكل في القصة ده، هي هو صاحبنا ده بيستعد بقى انه هيجي له حاجة، هيحط في ايده حاجة. تفرس فيه، وهنا عملية الاهتمام والتقدير. فأول حاجة في خدمة المساكين التقدير. خطوة التانية قال له كده ليس لي ذهب ولا فضة ولكن ليس لي فإياها أعطيه، اللي هو استعداد العطاء. يعني أنت كن مستعدا أنك تقدم، أنك تقدم. لو قلت ما فيش هيبقى ما فيش. خدوا بالكم، ودي لكل الناس اللي بتخدم في مجالات إخوة الرب وفي مجالات الفقراء. لو انت قلت للشخص اللي قدامك مفيش هيبقى مفيش. واخد بالك؟ لو انت امين صندوق وجيت لخدمة الناس وبعدين قلت مفيش، الصندوق هيفضل، هيبقى مفيش. لكن لو قلت فيه وقدمت بحسب قدرتك، ربنا هيبارك ويعطي اكثر واكثر. والقصص في هذا المجال كثيرة جدا جدا جدا. فهنا الخطوة الثانية استعداد العطاء. في واحد ايده ناشفة، وفي واحد اصعب قلبه قاسي، وفي واحد ما عندوش عمل الرحمة، وفي واحد متكل على الله واللي بيقدمه وبيعرف ان ربنا هو اللي بيغطي الاحتياجات بصفة عامة. وفي الكنيسة، في أي كنيسة، ما في يدي اللي في إيدي ليس لي فضل فيه. مش كده برضو؟ يعني مش عشان أنا شاطر ربنا أعطاني 10 قروش وعطى أخويا 5 قروش، لا، ملهاش معنى دي. هو الله الذي يحرك القلوب، وهو الذي يحرك من يقدم. وظيفتي أنا أكون إنسان أمين. فخطوة التانية ان الانسان يكون عنده استعداد العطاء. عشان كده من الحاجات الجميله لما نيجي نربي ولادنا بنديهم مصروف، نديله مصروف يوم مدارس الاحد عشان ياخد من مصروفه جزء ويحطه في صندوق مدارس الاحد، يقوم يكبر ويتعلم انه
لازم يقدم المصروف. أنا فاكر مرة قصة لطيفة قوي، راجل كبير وأحترمه جدا، قصة قديمة يعني. وبعدين جه في العيد وجايب حفيده وياه وبيطلع مبلغ يقدمه كويس. فأنا الحقيقة يعني بأحرج في المواقف دهية، وبأحرج أن يبقى في حد أنت عايز تقدم حاجة حطها في ظرف ومقفول وقدمها بيني وبينك وبس. فده بيقدمها قدام حفيده، فأنا بقول له يا عم فلان لما تحب تقدم حاجة ما تجيبش حد وياك. فالراجل انتفض وقال لي ازاي يا سيدنا، امال يتعلم ازاي؟ ده لازم يتعلم، ده انا جايبه مخصوص عشان يعرف ان احنا في دخلة عيد ولازم نقدم حاجة علشان اخواتنا المحتاجين في الاعياد، الاحتياجات بتزيد شوية. وانا يوميها خدت درس. واخدين بالكم؟ فهنا استعداد العطاء. ودايما كده وفي معظم بيوتنا قبل ما ربنا بيبعت لنا خير، إن كنا موظفين أو غير موظفين، الخير في أول الشهر في ظرف بنوعده بتاع ربنا، نقدمه في الكنيسة، نقدمه في مناسبة، نقدمه، المهم ده بتاع ربنا. والعشور اللي بنقدمها دي هي بتبقى بركة البيت كله. الخطوة الأولانية التقدير والاحترام تفرس فيه، الخطوة الثانية استعداد العطاء، الخطوة الثالثة عمل حاجة. ما هو لازم تعمل حاجة. هنا يقول ليس لي ذهب ولا فضة ولكن الذي لي فإياه أعطيه، باسم يسوع المسيح الناصري قم وامشي. وكانت قصة إيمان. وقام الراجل وقويت قدماه وكعباه ووسب وقف ومشى وياهم ودخل الهيكل ونال شفاء. نال شفاء. طبعا هم بيقولوا له الكلام ده كانوا مبتسمين وكانوا بيتكلموا بحنية وكانوا بيتكلموا بإيمان قوي جواهم. كانت النتيجة ان الراجل قام ونال شفاء كاملا. ايه المفروض ان احنا نعمله ونقدم معونة للمساكين؟ ايه نوعيات المعونة دي؟ بس عايز افكرك ان كلمة معونة دي متاخدة من العهد القديم، حجر اسمه حجر المعونة، stone of help، حجر المعونة اللي قال عليه صموئيل الى هنا عنانا الرب. حجر ده حجر لما كملت الحكاية اي موضوع حجر بقى بيحطه حجر تذكاري. هنا ربنا ساعدنا وباركنا وكمل لنا العمل اللي بنعمله. وكلمة حجر يعني بنحاول ان احنا نسند الانسان على اساس. الحجر يعني اساس. في واحد محتاج معونة نفسية. محتاج انك تشجعه. محتاج انك تقدره. محتاج انك تهتم بيه. معونة نفسية. محتاج انك تحبه. ده في أشخاص يقول لك كل الناس بتكرهني، محدش بيحبني. وفي واحد لما تبتدي تتعامل وياه هو شخص محتاج كده. حتى بيوصل الأمهات والأبهات إن ابنك وانت بتربيه وبنتك وانت بتربيها تكبر كده، كل شوية كل 5-6 شهور أجيب الواد ولا البنت وأقعد وياه كده وأتكلم وياه وبعدين أقول له يا ابني أنت شاعر إن أنا بحبك؟ انت شاعر ان انا بحبك؟ فالولد يقول ايوه يا بابا انت بتحبني خالص. ولد تاني يقول لك لا انا مش شاعر انك بتحبني برغم انك بتجيب له الاكل والشرب وكل حاجة. نتأكد ازاي محبتنا بتوصل لولادنا. ففي المعونة النفسية. دايما الفقراء مجروحين. دايما الفقراء خجلانين. تعبان، الحياة ضيقة عليه. فالحياة النفسية ده هي المعونة النفسية، ازاي انك ممكن تقدمها وتساعده وتديله كده نوع من التشجيع. واحد تاني محتاج معونة روحية. معونة روحية انه ازاي يندمج في وسط الكنيسة بتاعته، ازاي يبقى له دور، ازاي يبقى له
نوع من الخدمة، ازاي انه يبقى محدش متأفف منه، ازاي انه يكون عنده اجبية. يعني انت في بيتك عندك انجيل، ربما الانسان الفقير ما عندوش انجيل في بيته، ما عندوش اجبية يصلي بيها، ما عندوش، ولادهم ما عندهمش كتاب من كتب التلوين. ما دي كلها حاجات ممكن تكون مش موجودة عند البيت الفقير. فهنا المعونة الروحية اللي بنقدمها بحسب ظروف الشخص اللي قدامنا. في كمان المعونة المادية. المعونة المادية بكل أشكالها بقى، بكل أشكالها. عندنا في ناس عايشين في بيوت ما فيهاش سقف، في ناس عايشة في بيوت ما عندهمش أبواب ولا شبابيك، في ناس كده، وفي ناس في أزمات زي الحروب اللي بنسمع عنها ده هي، وفي ناس مش عارفين يعلموا ولادهم خالص، وفي ناس ظروفهم الصحية صعبة فعايزين يقف جنبهم، وأسعار العلاج والحاجات ده هي غالية شوية، وفي ناس مش عارف يجوز بنته ابتدت تكبر وعايزة تبقى بنت مستورة وعروسة وحقها في الحياة أنها تفرح، مش عارف، إمكانياته ضعيفة. عشان كده احنا عملنا مشروع اسمه مشروع بنت الملك. ده مشروع عملناه في القرى وفي البلاد الصغيرة والبلاد الفقيرة قوي، اللي هو البنت في سن 12 سنة صغيرة هتوصل لغاية 18 تتجوز، لكن إمكانيات البيت ضعيفة جدا، ففتحنا لها دفتر توفير وكل شوية نحط فيه مبلغ، مرة 500 جنيه مرة 400 جنيه حسب ما ربنا يبعت. البنت توصل، المشروع ده احنا عاملينه من كذا سنة، البنت توصل 18-19 لما تيجي تتجوز تلاقي خميرة تستر عليها وتبقى بتاعتها، مش تقعد تدور أو أسرتها بتدور إزاي ترتبط هذه البنت. خدمات كتيرة في التعليم، التعليم أحيانا يبقى مكلف، إزاي نساعد في التعليم، في الصحة، مجالات واسعة جدا في الحاجات دهية. ومن الحاجات الجميلة في المعونة المادية بنتجنب إن احنا ندي فلوس، لكن بنحاول نعمل المشروعات الصغيرة، مشروعات صغيرة خالص. مرة يعني عملنا مشروعات وبعدين قعدت وياهم كده أشوف نتائج المشروعات، فلقيت بنت فاضلة بتقول لي إيه، أنا عملت رياشة. كنت أول مرة في حياتي أسمع كلمة رياشة. تعرفوها؟ برضو أنتم متعرفوهاش؟ زي يعني كويس. رياشة يعني اللي بتشيل الريش من الفرخ. طب يا ماما عملت ايه؟ قال عملت زي مكنة صغيرة كده بتشيل الريش وتنظفها وتعملها وبتاع. قلت لها ودي حكاية يعني تجيب نتيجة؟ قالت لي ده كل اهل البلد يزرع عندهم فراخ كتير او يعني. فعملت رياشة وبتقول لي بس بعد ما عملت الرياشة كل اهل البلد عملوا رياشات. كويس؟ قلت لها طب هتعملي ايه؟ قالت لي انا بعد كده هجيب الفراخ واسويها يعني او اشويها. قلت لها وليه؟ قالت لي ما هتتباع مشوي بدل ما تتباع نيه كده. وبعدين هتعملي؟ قالت لي هعمل مطعم. وفضلت تكبر بامانتها وبشطارتها، ومن عمل صغير تكبر وعامله دلوقتي عمل وبتصرف على اسرتها وعايشه حياه طيبه جدا. ازاي تشتغل؟ ازاي تفكر؟ فالمعونة هنا مش مجرد معونة مادية خد وخلاص. على رأي طبعا المثل القديم اللي انتوا فاكرينه، يقول لك لو عطتني سمكة هاكل يوم واحد، لكن لو علمتني الصيد هاكل أيام كتيرة. عشان كده احنا بنلغي كلمة إخوة الرب في كنايسنا وبنحط مكتب التنمية. احنا عايزين كل بيت يبقى فيه تنمية، بيتعب وبيشتغل. وبلاد كبيرة الصين العظيمة ده هي
اللي بيسموها يعني التنين الأصفر كلها قامت على المشروعات الصغيرة. في بير سلم كل بيت في الصين في ناس بتعمل مشروع صغير. مشروعات صغيرة تتجمع تعمل مشروع كبير وهكذا. ففكرة المعونة المادية اللي هي تساعد الإنسان وربنا بيبارك في القليل وبيكبر مع الأيام. في كمان المعونة الاجتماعية، أن الشخص يحس بحضوره في المجتمع، وأكتر حاجة في دي اللي هو الإنسان الذي يجد جو المحبة، جو المحبة للشخص، وأنه الشخص بنحبه لذاته، بنحبه وبنقدره. والمعونة الاجتماعية اللي له مكانة في المجتمع. يعني من الحاجات الحقيقة يعني من أعظم الإنجازات اللي حصلت في بلادنا مصر في السنين القليلة اللي فاتت دي، المناطق العشوائية اللي الدولة شالتها وعملت مساكن جديدة يعيشوا فيها الناس، حاجة رائعة. يمكن أنت ما جربتش تعيش في عشة ولا في بيت من صفيح ولا بأي صورة من الصور، لكن أنك تعيش في بيت ومحترم تربي ولادك وتعيشوا كأسرة بهذه الصورة الجميلة، دي معونة اجتماعية. صح هي مسؤولية الدولة، مسؤولية البلد، مسؤولية الحكومة، لكن احنا كمان كأفراد لازم يكون لنا دور فيها حتى لو كان قليل. وفي مثل مصري جميل قوي يقول لك القليل يقش، القليل يجيب، قرش على قرش على قرش بيعملوا نتيجة. فمشروع زي اللي بتعمله مصر اللي بتاع حياة كريمة، حياة كريمة ده مشروع رائع، لأن نص شعبنا عايش في مناطق تعبانة جدا. فابتدى المشروع ده يرقي الحياة، يرقي الحياة. وانت لما يبقى لك مساهمة حتى لو كانت القليلة جدا جدا جدا، ما تنساش الولد اللي كان وياه 5 أرغفة وسمكتين اتحطوا في ايد المسيح اكلوا ايه؟ 5000 من الرجالة ومعدوش الستات ولا الاطفال، قول زيهم الاف من الناس، وفضل عنهم 12 قف. مش كده؟ عشان كده لازم يبقى لك هذه المشاركة، ما همش كتير ولا قليل. لكن المعونة الاجتماعية معناها أنك تحب كل إنسان. قدم الفلسين حتى لو كان حاجة قليلة معونة للمساكين. ومن يسد أذنيه عن صراخ المسكين فهو أيضا يصرخ ولا يستجاب له. هقولها تاني الآية دي في سفر الأمثال. من يسد أذنيه عن صراخ المسكين فهو أيضا يصرخ ولا يستجاب له. نقطة تانية، إنك أنت لازم تشعر إن إحنا كلنا مساكين، كل إنسان مهما كبر في حتة ضعف، لو معايا قرش بس في ضعف، ضعف صحي، ضعف نفسي، ضعف روحي، ضعف اجتماعي، أي نوع من الضعفات. فكلنا مساكين أمام الله. وفي سفر المزامير مزمور 86 يقول كده: أمل يا رب أذنك، استجب لي لأني مسكين وبائس أنا. أمل يا رب، اسمعني يا رب ليه واستجب لي، لأني مسكين وبائس، جامل بؤس. وقدم دايما المعونة التي تقدمها بمحبة، ليست فرضا وليست مجرد واجب ولا هي حالة مظهرية، هي محبة بقدمها. والحاجة اللي بتقدمها بمحبة بتجيب نتيجة كبيرة خالص وبيبها أثر كبير. بنصلي وبنقول معونة للمساكين، وزي ما قلت لك حجر المعونة اللي هو ان كل مسكين يكون واقف على حجر
على أرض صلبة علشان ما يحسش نفسه أنه ضايع في وسط أي مجتمع. ربنا يحفظكم، وأنا سعيد بزيارة كنيستكم الجميلة دهية، ويبارك في حياتكم دايما، ويعطينا أن نمجده على الدوام. لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن.